مستمرين معكم بعطري، واهلا وسهلا فيكم من جديد. وزي ما عودناكم من امبارح بلشنا الساعه 5 تماما انه ننقل لكم الحدث من قلب الدوحه مع الكابتن والدكتور ماجد العدوان ببرنامج على الطريق. اهلا وسهلا فيك دكتور ماجد. هلو، مساء الخير معني، يعطيك العافيه. مساء الخير حنين، يعطيك العافيه. طبعا الاجواء هنا في دوحه في قطر يعني صاخبه جدا. الجماهير الارجنتينيه تتحفز للقاء السعوديه يوم غد، وكذلك الجماهير السعوديه حاضره بقوه. الجماهير التونسية تستعد للقاء الدنمارك يوم غد بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا اليوم بدأت مباراة اليوم الثاني، حتى الآن الشوط الأول بين إنجلترا وإيران انتهى لمصلحة إنجلترا بثلاث أهداف دون مقابل. بعد قليل في السابعة مساء يلعب السنغال مع هولندا، وهذه الليلة ستلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع ويلز. يوم غد المنتخبات العربية حاضرة بقوة، السعودية مع الأرجنتين، وكذلك الدنمارك مع تونس، والمكسيك مع بولندا، وفرنسا مع أستراليا. معك معنا يعني هذا الحماس الرائع الموجود عند دكتور ماجد. أنا أول مرة بعيشه بمزاج فهم، لأنه فعلا حسسني وكأني جالس في قلب الدوحة. والله نحن الآن في قلب الدوحة، أنا جلبت الملعب والآن انطلقت لشوارع الدوحة. فهناك مسيرات كبرى يعني لا يتخيلها العقل للجماهير، خاصة الجماهير الأرجنتينية التي تستعد طبعا ربما كما يقولون لتتويج في المونديال. ولكن أيضا الجمهور السعودي أو الكثير على الأخضر السعودي يوم غد أمام الأرجنتين، وأيضا مع الجماهير السعودية متواجدة. مساء الخير ويعطيك العافية. ماذا تقول عن لقاء السعودية والأرجنتين يوم غد؟ بإذن الله حنفوز نتيجة 3-1 بإذن الله. نعم، كل الجمهور السعودي بقول لك راح نفوز ومتفائل جدا. أيضا مشجع سعودي آخر في قلب الدوحة ومتابع للمونديال، يوم غد المباراة صعبة للسعودية مع الأرجنتين، ولكن نتمناها السعودية. نعم، المباراة أكيد صعبة، لكن أملنا أول شيء بالله ثم بثقة اللاعبين. أنا ملاحظ الثقة عند اللاعبين مرتفعة الأيام هذه، وبإذن الله فوز السعودي أخضر بنتيجة 2. نعم، الجمهور السعودي عول على مشاركة عام 94 عندما بلغ المنتخب السعودي الأخضر مباراة الدور الثاني. نتذكر ذلك المونديال عام 94، ونتذكر الهدف الأسطوري لسعيد داويران في ذلك المونديال. معك معاً من جديد. ممكن تحكي لنا هيك عن حماس الجماهير بالاستادة، عن الأجواء الجميلة بقطر، والتواجد العربي كمان مهم تقول لنا إياه كونه نحن في قطر. يعني المونديال كما نعلم معاً وحنين، المونديال في قلب الوطن العربي، لذلك الجماهير العربية متواجدة من كل أنحاء الوطن العربي خاصة من منطقة الخليج، إضافة إلى حوالي زي ما قلت لك 40,000 أردني يتابعون المونديال هنا في قلب الدوحة. الجماهير الإنجليزية بقوة في الاستاد الآن أمام المنتخب الإيراني، والمنتخب الإنجليزي ينهي الشوط الأول بثلاث أهداف دون مقابل. الليلة أيضاً المعظم ربما هنا مع هولندا أمام السنغال، وفي المساء أمريكا مع ويلز. لكن الجماهير كما تابع بقوة هنا الجماهير أيضا المغاربية، ولقاء المنتخب المغربي سيكون مع المنتخب الكرواتي، ونسمع الأهالي المغربي. روعة روعة. طب دكتور ماجد احكي لنا عن توقعاتك لمباراة اليوم بين السنغال وهولندا، شو توقعاتك؟ هلا عم تسمعوا حاليا هذا من قلب الحدث من الدوحة دكتور ماجد العدوان، عم يقولنا الأجواء من قلب الدوحة حاليا. الأهالي المغربية كما نسمع بصوت المغربي وباللهجة المغربية استعدادا لمقابلة الغد، يوم غد يوم عربي بامتياز. نعم، السعودية وكذلك تونس وكل الجماهير العربية يتوقع أن تكون حاضرة في اللقاءين إن شاء الله. إن شاء الله، يعني إحنا مبسوطين بهاي التغطية من رائع رائع من جدا دكتور ماجد. فلنكم معنا معنا حنين هنا بالمونديال، بس يجيتونا إن شاء الله بالدور القادم وتشوفوا الأجواء على أصولها. نعم، مونديال الدوحة مونديال غير، مونديال متميز كما كان حفل الفجح متميزا، أيضا الجماهير هنا متميزة والملاعب متميزة وكل شيء في الدوحة غير هذه. وأنت متميز. شكرا متميز. شكرا دكتور ماجد على العدوان، أتعلم منكم دائما. لا بالعكس، أخونا كبير. شكرا شكرا لك دكتور ماجد على العدوان. العدوان في المونديال كل يوم بطل عليكم الساعة 5 المساء بي على الطريق، لأن قلنا الأحداث والأجواء الحماسية والجميلة من قلب الدوحة
من قطر. أكيد حنين نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية، وأكيد زي ما حكى الدكتور ماجد بكرة يوم حافل للمنتخبات العربية طبعا على العدوان في المونديال برعاية دجاج الطحونة. دجاج الطحونة صحة مضمونة، وبرعاية كارفور. كارفور لأنك بتستاهل أكتر، وبرعاية أرز مصطفى. أرز مصطفى معك بكل أوقاتك. وخليني أحكي لكم عن عروض جمعة كارفور مستمرة لغاية 30/11. خصومات بتوصل لغاية 50% على الأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية وغيرها الكتير. خصومات بتوصل لغاية 30% على أصناف مختارة من شاشات التلفاز. كمان خصومات بتوصل لغاية 35% على أصناف مختارة من الثلاجات، الغسالات والأفران. طبعا يمكنكم التسوق في فروع كارفور، كارفور الهايبر ماركت، سيتي مول، إربد سيتي سنتر، شارع المدينة المنورة، فرع الحرية وزرقاء، سوق باب المدينة، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص فيهم www.carrefourjordan.com.